المطبخ القطري غني بأغذية مختلفة، منها الأغذية المالحة وبرضو الحلويات. لو جينا تكلمنا عن الأغذية المالحة، عندهم الثريد، الهريس، المضروبة، المرقوق، صالونة، وديل كلهم أغذية بيكون فيهم نسبة بتاعت لحوم. نحاول نقلل من نسبة الدهون اللي بتكون في الأغذية دي باستبدالها بلحوم غير سمينة، ونحاول نستعمل مثلاً صدور الدجاج أو الأسماك، أو حتى الدجاج مكون منزوع الجلد. لو جينا تكلمنا عن الحلويات، فيها حلويات مختلفة منها العصيدة والثاقو، ديل ممكن إنه إحنا نحاول نقلل استهلاكهم في خلال فترة رمضان، لكن لو استهلكناهم نحاول نقلل نسبة السكريات اللي فيهم، أو نعوض السكر الأبيض بالسكر الأسمر أو العسل. وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.